مشاهدينا وحلقة جديدة من لقاء الأجيال، بنستضيف من خلاله أبناء مهنة واحدة من أجيال مختلفة. المهنة اللي معانا النهاردة مهنة التدريس أو التعليم عموما، هنتكلم من خلال حلقتنا عن مشاكل التعليم، المدرس، الطلبة. احنا النهاردة مستضيفين اللي بيمثل جيل الأساتذة أو الخبراء. معانا النهاردة أستاذ ناصر شعبان شحاتة، وهو مدير عام إدارة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية والرائد العام لمديري مدارس الثانوية على مستوى الجمهورية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بيك. جيل الشباب بقى من المدرسين أو العملية التعليمية عموما بيمثلوا الأستاذ وائل محمد محمود، مدرس حاسب آلي. أهلا بيك. أهلا وسهلا حضرتك. نقول في البداية السؤال التقليدي، الأجيال المختلفة من مهنة واحدة بينهم تنافس بيوصل احيانا لحد الصراع زي ما بنشوف، وده كلنا بنجني مساوئه او سلبياته، ولا في تواصل وفي تناقل للخبره بين الاجيال المختلفه؟ وبسمع راي الصغيرين دايما في الكبار، ودايما بناشدهم ان هو يبقى رايهم صريح وجريء. تمام. لا، بيبقى قدوه لينا، مش تنافس ولا حاجه، وبنتعلم منهم كتير. يعني بنمشي على، لو مشينا على نمطهم بنفضل لفتره بعيده بنتعلم منهم، وكل كلمه بتتقال لنا. يعني انا اول ما جيت المدرسه السعيديه طبعا مدرستي، اول كل كلمه بتتقال لي بتفضل معلمه معايا ومكمله معايا، وبتعلم من خبراتهم طبعا، ان هم بيبقوا اكتر مننا خبره وما بيخلوش علينا بالمعلومه ولا باي حاجه. يعني هم بنسال اي حد ما بيخلش علينا. أيوة. طبعا بتبقى حاجه كويسه. المدارس العسكريه، يعني انتوا في مدرسه السعيديه وهي مدرسه ثانويه عسكريه، ايه مختلف عن المدرسه العاديه في ايه؟ يعني وده كان سؤالي لحضرتك قبل التسجيل، وعايزه الاجابه يسمعها كل المشاهدين. النظام العسكري زمان كان عندنا اتلغى من 11 سنه اللي هو العسكريه تكون المدرسه داخليه، فتم تحويل بعض المدارس الثانوي العام فيها ماده تربيه عسكريه، بتبقى حصه مكرره كل اسبوع على الطلبه بيتعلم فيها مبادئ العسكريه، المبادئ الاوليه، يعني الطابور، الانتباه، الصفه، العرض العسكري، المشيه المعتاده. كان عندنا في السعودية من حوالي 25 سنة كده نادي رماية واتلغى. رجعناه السنة اللي فاتت، عملنا نادي رماية. كان عندنا كام بندقية صلحناهم، وربنا كرمنا بقائد عسكري نقيب من الجيش، ده لازم يبقى متواجد ومعاه جنود برضه من الجيش. ده ايه السبب؟ دول معلمين بيدوا الطلبة المادة العسكرية. ايوه. وابتدى بقى الطالب يمسك البندقية ويتمرن ويضرب رش على هدف موجود. ده رجع مؤخرا النشاط ده؟ انا رجعت السنه اللي فاتت. الطالب بقى هو ماسك البندقيه، ده احساس تاني خالص. وعشان يمسك البندقيه يبقى لازم يكون طالب ملتزم بحلقه الشعر، باللبس، بالزي بتاع المدرسه. يعني مش اي طالب بتمسكوه البندقيه، ما يمسكهاش. فشوفي بقى حضرتك، بقى احط بقى غرس انتماء، حب وطن، التزام، انضباط، كذا مبدا بيتم ترسيخه من خلال الماده. أيوه. بعمل منهم اصلا كمان فريق اسمه الانضباط العسكري. الانضباط العسكري ده بقى اثناء الطابور وبعد الطابور، في قائد للمدرسه، طالب في سرايا وكل سريه ليها قائد، والطالب يعني هو كان كتيبه جيش صغيره. طب تتفرج، الطالب هو اللي بيشغل المدرسه. معنى كده ان كل اللي بيتخرجوا منها لازم يلتحقوا بكليات بعد كده عسكريه؟ لا، او ممكن يخشوا كل كليات متاحه ليهم. بس هو في الاختبارات بتاع العسكريه بيكون تمام، يعني بيكون مؤهل، مش بيسمع بقى ازاي يقف، ازاي يمشي، ازاي، لا لا، هو خلاص مؤهل. انتوا بتدربوه ان هو جاهز؟ هو جاهز في لو يعني ظروف تسمح كلها الاختيار بقى، يعني دايما شرطه، حربيه، كل الكليات العسكريه، طلبه السعوديه في كل مكان. طيب افهم من كده ان انتوا مش بتقبلوا بالتالي اي طلبه ان هم يلتحقوا بالمدرسه؟ لا، احنا مخصص لينا طلبه من الاداره بتاعتنا، لكن الطلبه اللي بتجي لنا من الادارات الثانيه لازم يبقى فوق ال 98%. يعني الدرجات هي بس الشرط عندكم؟ خارج الاداره شرط المجموع 98%. 98%. طيب اجي لحضرتك وجيل الشباب، هنا بتكلم معاه بعيد عن المدرسه السعيديه، بتكلم عن التعليم. تمام. ومشاكل التعليم، بتكلم على امتى هيطبق النظام الجديد؟ يعني بالنسبه مثلا احنا عندنا طلاب دلوقتي في اولى ثانوي امتحنوا. تمام.
تمام. خلاص اولى ثانوي، لما يجوا يدخلوا ثانيه ثانوي يطبق عليهم النظام الجديد ولا نظام البوكلات ولا ايه الموضوع؟ لا، هو البوكلت بيبقى نظام البوكلت ده في الثانويه العامه اللي هو بثالثه ثانوي، اما النظام هيتطبق الجديد اللي هو التابلت هيبقى من اول اولى ثانوي، اللي داخلين السنه دي اولى ثانوي هيصبح اللي لسه هيبداوا مرحله اللي هم هيبداوا اولى ثانوي. يعني كده يبقى عندي لسه سنتين ثانويه عامه، بعد كده يبقى كله هيبقى النظام الجديد اللي هو نظام التابلت. يبقى احنا عندنا اللي خلاص دخلوا اولى ثانوي دول، لا ما خلاص دول لم يسعفهم الحظ ان هم يلتحقوا بالنظام الجديد، اللي هم طالعين ثانيه ثانوي، اللي هم طالعين ثانيه ثانوي خلاص. نقول ان ده تطوير النظام الجديد، تطوير في ايه غير ان انا اللي في بناء ان كل طالب هيوزع عليه التابلت، ان الثانويه العامه مش هيكون ليها الرهبه القديمه اللي هي ان انت بتحصل الدرجات على سنه واحده مش كده، ولكن التحصيل هيكون على ثلاث سنين. بص حضرتك، النظام الجديد هو هنغير مفهوم التعليم، هننتقل من تعليم الى تعلم، تعليم تلقين. لا خلاص بقى هنلغي الكلام ده، هيبقى بحث عن المعلومه، متعه التعلم، عندي اكتر من مصدر ان انا استقي منه المعلومه، عندي بنك المعرفه بكل المعلومات اللي فيه، عندنا فيديوهات، عندنا باوربوينت، عندنا كليبات، عندنا كذا عرض للماده، الطالب مع التابلت بتاعه فيه كل حاجه، مش هيبقى فيه احتياج لحاجه. تخفف اعباء عن الاسره المصريه، مفيش تحكم في الطالب، مفيش مشاكل بين الطالب والمدرس، مش هعلم الطالب الجبن، محدش هيجبره على حاجه، لا متعه التعلم، انا بكتب المعلومه وبناقشه وهو يدور واتناقش معاه، البحث ويبحث صفة أساسية في التعلم الجديد أو التعليم. وبعض الناس اللي بيعرضوا النظام يقول لك في الريف مش هيعرف، لا الطالب في الريف في الصعيد ما فيش طالب ما بيعرفش يمسك الموبايل. أيوه. أي طالب معاه موبايل. وهو لو طالب يعني ما بيعرفش يقرأ ويكتب دي مشكلة في حد ذاتها، أو مش بيعرف يستخدم تكنولوجي وموبايل ويدور ويبحث. ما هو عشان كده قلنا من أولى ثانوي. أيوه. يعني وصل واتعلم. أيوه. احنا المدرسه السعوديه عملت حاجه على مستوى الجمهوريه ما حدش عملها، ان احنا عملنا موقع على جوجل خاص بالمدرسه، الموقع ده بيتبعه مدرسه ذكيه، ابتدينا عشان نشوف الدنيا اخبارها ايه، نزلنا نتيجه اولى ثانوي وثانيه ثانوي على الموقع زي الثانويه العامه، الطالب بقى ما يجيش يقف طوابير ويشوف الشهاده، لا وهو في البيت بالرقم القومي تطلع له الشهاده بتاعته، حاجه جديده ده. أي. كله تطوير للتعليم، الطلبه بقى من ذكائهم ما اكتفوش بكده، ده دخل على الحساب بتاعه غير الباسورد وحط صوره للاكونت وقال لنا انتوا بقى ايه حطوا لي، لكن ما حدش يدخل على الاكونت بتاعي. الطلبه المصريين عقولهم ما حدش يستهون بيها. والله ده كان هيبقى سؤال، يعني حضرتك بتقول ان مره واحده ابتداء من الجيل الجديد اللي داخل على اولى ثانوي هيبقى فيه تطوير في المنظومه كلها، الفكره تمام. الفكره نفسها بتاع التعليم هتتغير. الطلبة مهيئين؟ هل كل الطلبة على مستوى ان هم يستوعبوا الفكرة دي؟ طب لو الطلبة مهيئين ومعندناش فيهم مشكلة ان الأجيال الجديدة كلها يعني نقول مطلعة على التكنولوجيا جامد قوي، المدرسين بقى عندنا مدربين ومؤهلين للمرحلة الجديدة دي؟ أو بيتم إعدادهم؟ هو المدرس الموضوع مش متعقد عشان نقول مدرس ان هو محتاج أعلمه. معلش اصل انا بقول له هتدخل هتفتح بنك المعرفه المعلومه موجوده. مجرد ما بكتب المعلومه الطلبه بتبحث وبتناقش، انا مش هخترع حاجه. ايوه. الموضوع سهل، احنا ما نحاولش نعقده، ما فيهوش اي حاجه تتعقد خالص. في مدرس معوش موبايل يا فندم؟ لا طبعا. ازاي يعني؟ يبقى خلاص. يبقى ما حدش يجيب حاجه. هو العنصر الوحيد أيوة. اللي هيتضر في النظام الجديد عشان نبقى واضحين، المدرس. علشان الدروس خلصت ده المقصود. يبقى لازم الدولة تراعيه تعوضه ماديا. الطالب الدنيا هتبقى جميلة معاه، ولي الأمر خففنا من عليه الأعباء، أصل الطالب خلاص عرف أنا هفتح يوم معين الساعة كذا الوزارة هتبعت الامتحان. الطالب الغايب تسجل غياب مش هيتفتح له امتحان. أيوة. همتحن وأعمل سيف وأبعت للوزارة الامتحان هيتصحح، يعني محدش ليه دخل. أيوة. خلاص مفيش ضغوط على الطالب. بس نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتها على فكرة ولازم نقف عندها، إن هيحصل فعلا ضرر مادي للمدرس اللي كان بيعتمد في الثانوية بالتحديد اللي هو هيتغير فيها النظام تماما على الدروس.
فهنا دي نقطة إنسانية ونقطة يعني لازم بنطور بقى، يبقى نشوف كل السلبيات اللي ممكن تعرقل الموضوع ده إيه. طب ما المدرس اللي هو كده ممكن يكون عقبة، لا يبقى احنا هنبتدي ننهض بيك برضو مادية. الدولة قالت يعني، هو سيادة الوزير الدكتور طارق شوقي والدكتور محمد عمر قال ان المدرسين اللي هيوافقوا على التصحيح هيدي اوكي ان هو موافق يصحح، هتبعت له اسئلة من محافظات تانية هياخد عليها مقابل. طب لا احنا عايزين مقابل يبقى حاجة ثابتة على المرتب، يبقى ننهض بمرتب المدرس شوية. ايوه، ما احنا لو كفلنا ليه عيشة كريمة خلاص زيه زي اي حد هيقدر يعيش كويس، يبقى هيساهم في نجاح النظام الجديد. احنا يعني لو هنقول في اولويات، لو تسمحوا لي يعني، الاهتمام بالمدرس وان يبقى عندنا مدرس الكفء اللي حاسس ان هو بيحصل على حقوقه، لان احنا مش هناخد منه الا لما يكون هو عنده حاله الاكتفاء والرضا. فاقد الشيء لا يعطيه. والتعليم، عمليه تعليميه هي اساس نهوض دول كثيره جدا كانت بتعاني اكتر مننا كمان بمراحل. فنقول لو حطينا مدرس من اولوياتنا في المرحله القادمه والعمليه التعليميه، فهنقول دي حاجه مهمه جدا، ويا ريت نلاقي فعلا الموضوع ده بدا تنفيذه بخطوات فعليه. يعني غير ان هيبقى في تابلت لكل مدرس، طالب وكل مدرس وكل تلميذ المفروض، مش كده؟ تمام. نفهم كمان ان هيبقى في اهتمام شويه بالعمليه العقليه ونمو العقل والتفكير، ازاي افكر صح. تمام. الناحيه الابداعيه هيبقى في وقت ليها، هيبقى طبعا هيبقى وقت كافي، وهيبقى حاجه كدا؟ فرصه كبيره للابداع طبعا، لان كانت الثانويه بتبدا تشغل بال الاهالي من قبلها كمان بفتره. تمام. الاستعداد ليها. فنقول ان دلوقتي العمليه تختلف، هنلاقي الشخصيه المميزه، الشخصيه اللي كل طالب بيبدع في ايه ومتميز في ايه. تمام. ده المتوقع يعني. فندم ده كله موجود. احنا مش هندور، ده كله موجود. الطلبه عندنا في كل المجالات بيشتركوا. عنده استاذ وائل طلبه الحاسب الالي، لو قلت لهم صمموا برنامج هم يقعدوا يصمموه. لا، الطلبه المصريين اركنهم على جنب، ما فيش عندهم مشاكل. ايوه، اما مشاكل، ما فيش عقبات. المشاكل كانت فين في العمليه التعليميه؟ لا، المشكله ان يبقى في رقابه، في متابعه، كله هيشتغل، هيبقى في حزم، في التزام، في انضباط، في كل حاجه كويسه. وفي وقت تسيب يبقى كل حاجه سيئه. ومش بس كده، الناحيه الابداعيه وناحيه التميز في كل فرد، ان انا اشتغل عليها وانميها. ما هي المدرسه فيها انشطه، كل الانشطه اللي هتتخيلها رياضيه وفنيه، كل الانشطه موجوده في كل المدارس. بس المهم الناس تشتغل، لو الناس اشتغلت هتطلع مواهب. ما احنا واخدين مراكز اولى في كل حاجه. ايوه، في كل حاجه يعني. تخيلي حضرتك لو قلت لك موسيقى، لو قلت لك مسرح، لو قلت لك القاء شعر، فن قصه قصيره، ده كله على مستوى الجمهوريه يعني، مش مستوى محافظه. هو الطلبه دي جايبينها منين؟ ما هو طلبه مصريين. أيوة. والله غلط، طلبه في المدرسه. بس المهم ان انت الخامه دي تطلعيها، تظهريها، تمرنيها. حصه حاسب الي يبقى يحضروا حصه حاسب الي، اللي عنده موسيقى يشارك، اللي عنده مسرح هيعمل مسرحيه. واعلني، لو الناس بتشتغل هتطلع من عقول ولادنا كل حاجه كويسه. ايوه، الناس هتتراخى وهتتكاسل، مفيش التزام، مفيش انضباط، يبقى في تخلف. الناس هنا تقصد بيها مين؟ القائمين على العمل، كل مسؤول تم تكليفه بعمل يا اما يتم تاديته صح، يا اما يتنازل عن العمل. ايوه، ولازم يبقى في رقابه عليهم ومتابعه. مهمه قوي الجهه بقى الرقابيه كمان. طبعا هنا تقوم بدورها في وتقيم. يعني احنا عندنا المدرسه فيها 8000 طالب، متخيله حضرتك كام؟ 8000. 8000 طالب، 92 فصل. الفصل معلش عدده قد ايه؟ 70. كتير قوي. بس في التزام، في انضباط، في مدير دور، في متابع، في رئيس قسم بيتابع، في مدير قاعد ببص على الكاميرات، في شغل يا فندم، وفي متابعه، هيبقى في نتيجه. في اهمال، في تراخي، مفيش نتيجه. مش أيوه. في تعليم بس، في كل حاجه. ايوه، احنا لازم يبقى شعار كل مؤسسه التزام وانضباط ومتابعه، واشوف السلبيات واحولها لايجابيات، يبقى احنا في تقدم. انا مش عايز اتكلم عن مدرسه بعينها، انا بتكلم على كل المؤسسات. انا عايز اتكلم على المنظومه التعليميه بمشاكلها، بمشاكل المدرسين. وخلينا نقول ان زمان كان اللي بيميز العمليه التعليميه كانت ماشيه بطريقه تلقائيه، لكن برضو كانت المدارس متميزه جدا وما كانتش مكلفه كده على الاهالي، وما كانتش
نقول من ضمن المكونات بتاعت العملية التعليمية وإيجابياتها زمان الأسرة وتواصلها مع المدرسين، نقول دي كان في تمام. تواصل، كانوا أيوة. بيكملوا بعض. كانوا أصل بيكملوا. أنتوا مش هتلحقوا كمدرسين، معلش، تمام. تكونوا الشخصية وتميزوا طالب عن طالب وتنموا الناحية لا لا الإبداعية لا، عند كل. ليه مين بيقول لا كده؟ أنا المقصود بكلامي إيه؟ لحضرتك تسمعي الآخر، إن لازم دور مساعد، دور الأسرة يبقى مساعد ومكمل. ما بين طيب يا الأسرة فندم، والمدرسة، ما أسرة ومدرسة مع المدرسة بعض. الناس واخدة فكرة غلط على التعليم عندنا. أنا بقول كلام حقائق مش أنا وقائع. مش بتكلم عن مدرسة حضرتك، لا، أنا بتكلم عموما. ما هو المفروض كل واحد بيأدي دوره. أي ما في متابعة، في أخصائي اجتماعي، في مدرسين أنشطة، في متابعة، في الطالب حصل عنده تقصير بيبقى في استدعاء ولي أمر، في زيارة لولي الأمر اثنين وخميس يجي في أي وقت يتابع ابنه، في امتحان شهر بيشوف نتيجة ابنه يجي يتابعها، في غياب يبقى بعيد المصالح وبعدي أي محاباة وبعتي الإنذارات ايوه، واعملي قرارات وتأكد انها فصل. بتوصل، والاجتماعات الدورية اللي كانت أي بتحصل يا بين فندم، الاهالي احنا والمدرسين فصلنا السنة دي، ايه اللي خلى عندنا التزام وانضباط وطلبة تيجي لغاية قبل الامتحان بيومين؟ مفيش غياب، لأن تم غياب فصل الطلبة وإعادة قيدها، ورسمي 237 ألف تم توريدهم للدولة إعادة قيد طلبة. لما لقوا في حزم وفي التزام وفي انضباط، الطلبة التزمت، وأولياء الأمور كانوا بيجيبوا ولادهم ويجوا يستنوهم. زي ما انا قلت من الاول، التزام، انضباط، طلبه موجودين، المدرسين موجودين عايزين يشتغلوا، بس الطلبه يتواجدوا جوه رقابة المدرسه. موجودة وقايمة بدورها. وكل لو الانشطه هنكمل بقى النقط وكل اللي الأساسية حضرتك كلها. بتقوليه موجود، وكل غرس القيم والمبادئ موجود، موجود من ماده التربيه العسكريه، موجود من مدرس في الفصل بيشرح وبيتكلم مع اولاده، موجود من رائد الفصل اللي بيتابع مشكلات الطلبه. كل ده موجود في المدارس، بس احنا يبقى في رقابه مش كل عشان المدارس، خلينا بس المدارس اللي ما نقول فيهاش ان احنا كده. برضو، ارجع اقول لحضرتك، مش بتكلم على مدرسة موجهة ما ليها هو لازم اللي بيحصل امكانيات ده في وفيها كل اشراف. المدارس. بالظبط، يبقى احنا لما عايزينه يكون في، يعمم. ما هو لما يكون في تقصير حاسب يا فندم، ما لازم، ما انا قلت التزام وانضباط ورقابه ومتابعه. لو دول اتفعلوا صح في اي مكان، لازم الناتج يبقى كويس. طيب احنا هنشوف رأي الناس، الرأي البسيط يعني اللي مش محتاج مهنية قوي ولا تعمق قوي في العملية التعليمية، في أهمية التواصل بين الأسرة والمنزل زي زمان وبين المدرسة والمدرسين بصفة منتظمة. شوف رأي الناس ونرجع لحضراتكم. تواصل الآباء مع المدرسة ده بيدي كفاءة للعملية التعليمية، وكون إن الأب بيجي يسأل عن ابنه ويتابع ابنه، إحنا كمدرسين بنسعد بهذا الأمر. ليه؟ لأن هو كده بنحس إن في فعلا واحد مهتم بولده، مش رامي ولده في المدرسة وما بيسألش عليه، ولا عارف هو بيعمل إيه، ولا بيجيب كام، ولا سلوكه إيه، ولا أي حاجة. ويجي في آخر السنة لما يلاقي النتيجة سيئة، هو ابني مش سيء، ده أنا ابني من الأوائل، ده أنا ابني كويس، طب إزاي حضرتك وأنت ما تعرفش عنه حاجة؟ المفروض إن كان زمان بيبقى فيه مجلس آباء وبيجتمعوا كل شهر أو كل شهرين على أساس إن هم يقولوا رأيهم الآباء في المدرسة وفي نشاطها وفي التدريس نفسه وفي طرق التعليم. التواصل مع مجلس الأمناء أو مع أولياء الأمور ده بيكشف إن المدرس ده هنا في المادة دي ضعيف، المدرس هنا لا قوي، المدرس هنا بيضرب العيال. تقويم السلوك وتعديل السلوك للطلبة ومتابعة التلاميذ وتقويمهم ومعرفة مستواهم ومعرفة مستوى الأداء الطلبة في المدرسة. تواصل الآباء والأبناء مع بعض مهم جدا طبعا للعملية التعليمية، لأن ده بيدي فكرة عن ابنه أو بنته، بيكون إيه مصيرهم جوه المدرسة، يعني مش بس بره البيت وتعاملهم معاهم في البيت، لا كمان التواصل في المدرسة مهم جدا، علشان طبعا أبقى عارف إيه ابني بيعمل أو بنتي بتعمل. أهمية التواصل ما بين المدرسة وأولياء الأمور مهمة جدا، وهي بتتم عن طريق مجلس أمناء المدرسة اللي بيجتمع كل شهر ومع أولياء الأمور كلهم، وبيحط خطة وبيشوف إيه مشاكل المدرسة وبياخد رأي أولياء الأمور فيها، وبينتخبوا ولي أمر بيبقى رئيس مجلس الأمناء. وأهم حاجة طبعا المنزل هو اللي بيربي الولد وبيقيمه، وبعد كده المدرسة. النهاردة احنا كلنا تربينا على ان البيت والمدرسة بيكملوا بعض، لانه حضرتك في شيء بسيط جدا الغرض منه هو التنشئة الطيبة للطفل او للتلميذ او للطالب.
بيكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حوارنا بنتكلم مع جيل الشباب من المدرسين من خلال تجربتك بقى العملية مع الطلبة، وانت بتدرس مادة مهمة جدا. انا بدرس لغة العصر، المستقبل ليها يعني لغة العصر، مادة الحاسب الآلي طبعا، فده بتديني فرصة ان كل الطلبة زي ما حضرتك قلتي ان الموبايلات والتكنولوجيا خلاص بقى عصر التكنولوجيا تمام، فابتدي ان احنا نكلف الطلبة عندنا يعملوا مواقع، بنلاقي طلبة بتبدع بشكل جميل وبيحبوا العملية وبيبتدوا ان هم يعني يتقدموا خلاص يعني بكل حاجة. يعني ايه اقول لحضرتك ازاي؟ يعني مثلا اقول له على نقطة، مثلا انا طالب منك مثلا تعمل موقع عن كذا، الاقي الطالب فكر وبدع وعمل حاجة تانية غير انا قلتها له بشكل احسن، ممكن يضيف ليك كمان بيضيف بيضيف افكار. فطبعا بعملها بشكل ده جماعي، انه مثلا بكلفهم نظام مجموعات وكده بحيث ان كل طالب في الفصل يشارك، مش يبقى واحد اتنين تلاته بس متميزين، لا يبقى الفصل كله بيبقى في عمليه اللي هو الحافز بينهم وعمليه المسابقات بينهم، بس بشكل اللي هو ايه يليق بالعمليه التعليميه وبشكل ليهم هم يبقى كويس، بحيث ان الفصل كله يشارك معايا. يعني بزود عندهم روح الحماس شويه. بس يعني استاذ ناصر معاه حق لما بيقول الطلبه هو امر مفروغ منه، انا مستريح، انا مش قلقان، احنا اجيال مصر وشباب مصر ما يعني بالعكس مبشرين جدا. ان شاء الله باذن الله، ما عندهمش مشكله واضح ان شاء الله في التعامل مع الحاسب الالي لغه العصر. اصل هو الطالب هو ده المنتج اللي احنا بنطلعه، فلازم نهتم بيه ونرعاه ونحاول ان احنا نوجهه التوجيه اللي احنا عايزينه بان هو يحب المدرسين بتوعه. لو حب المدرس بتاعه هيحب سواء مدير وسواء اي حاجه، اطلبوا منه يعمل اي حاجه. حب المدرس ده على فكره احنا بنقوله كده، لكن احترام وحب المدرس طبعا عمليه مش سهله استعادتها، لان زمان كان لكل الاحترام ومع الحب، يعني مش احترام بس، لكن نقول الدراما لعبت دور والاعلام يمكن لعب دور مهما الاسره، كل ده مهما ياثر المدرسة تقدر هي تأثر وتغير كل المفاهيم، بس بصورة متوازية برضو لازم أدوار أخرى مؤسسات أخرى يبقى ليها دور في استعادة احترام المدرس وهيبته وحبه في نفس الوقت. المدرس أولا هو اللي يقدر لو وصل للطلبة إن هو جاي عشان يديهم معلومة يوجههم يرشدهم وحببهم في المادة العلمية هيعملوا كل حاجة. يعني أنا مرة قلت أنا عندي، لو قلت عايز أقول للثمان تلاف اللي عندي تعالوا عايزين نقطع شارع الجامعة هيقطعوا شارع الجامعة. حب ليه؟ لأن الطالب داخل عارف إن المدير بتاعه ده قال له في حقوق ليك هتاخدها بس في واجبات عليك. إن أنت جاي هنا ما تتهنش، جاي تتعامل راجل، جاي تتعلم، جاي تمارس نشاط. بيتعمل يوم تعريفي قبل الدراسة بأسبوع لطلبة أولى ثانوي، ودي حاجة جديدة برضه إحنا عملناها. كل طالب بيجي بيقعد مكانه، بينزل يعرف طابوره فين، بنقول لهم نظام تعليم قيم مبادئ نظامنا ايه اللي هنلتزم بيه طول السنه، يجي اول يوم دراسه كانه موجود في المدرسه من الاول. نقول ان حصل الطفره دي واستعاده الدور ده الريادي في التعليم ودور المدرس من السنه اللي فاتت. انا ملاحظه ان حضرتك بتكرر انك استعدت حاجات كتير من افكار كتير السنه اللي فاتت. لازم نشتغل، لو كل واحد في دماغه يخرج بره الصندوق ونبعد عن النمط بقى كده، وكل واحد يبص ازاي يبقى احسن الطالب. نفهم من كده ان تطوير التعليم او تطوير مدرسه معينه مش عايز امكانيات ماديه على قد ما هو عايز إرادة. يعني انا شايف هنا اراده فرديه إرادة. واكيد استعنت بستاف برضه. لا البدايه كل القرار كان في البدايه قرار، نقول مجموعه مدرسين، يعني حتى لو الفكره بتاعت الواحد بس لقى الفريق اللي معاه كله شغال. طب لقيت الفريق ازاي؟ طبعا السعوديه كلها لا، يعني انا بتكلم دلوقتي كفكره عامه، انا عايز اطور كل المدارس في مصر، انا مش عايزه مدرسه واحده بس هي اللي ناجحه وماشيه بالاسلوب ده. تمام. ما هو ده مش هيطور لي، مدرسه واحده متطوره مش هتطور المنظومه التعليميه. ما هو انت لازم الاقي معظم المدارس القياده بتاعتك لو مدياكي الدفعه الكل هيطور. احنا القياده مثلا عندنا في الجيزه عارفه ان المدير ده بيسعى ان هو ينهض، بيبقوا هم بيدعموا ماديا بقى ولا بامكانيات ولا بفريق من المدرسين المتميزين؟ لا بتشجيعه فيعمل هو وفريقه واولاده كل حاجه. كل حاجه سهله طالما في اراده هنعمل كل حاجه. المدرسين في المدرسه هيعملوا، الطلبه هيعملوا، مش محتاجه الامكانيات، ما المدرسه فيها امكانيات والوزاره بتصرف لنا امكانيات. ايوه يعني كل حاجه موجوده على فكره، مش محتاجين حاجه.
هي عملية إرادة وتفكير وإصرار إن أنت تنجحي وإن أنت تعملي، واللي يعمل ده في مكان يعمله في مليون مكان طالما في حد عايز يعمل. مش بس كده، والاهتمام بالموارد البشرية ومن ضمنها المدرس طبعا. زي ما قلنا في البداية نرجع ما هو الفريق اللي هينجح كل حاجة. ما فيش حاجة تنجح في العملية التعليمية من غير ما يكون المدرس بيشتغل في بيئة مرتاح وحابب ومبسوط وحاسس ان ده بيته، ممكن يقعد فيه اكتر ما بيقعد في البيت اصلا ومع الطلبة بتوعه. بس اللي احنا محتاجينه دلوقتي نغير ثقافة ولي الأمر. ازاي؟ انه يبقى عنده ثقة في المدرسة. حضرتك بتلاحظ ان لسه الثقة أنا دي مش موجودة؟ انا جبت الطلبة بالإجبار الأول لما ابتدوا يقعدوا وبقوا يسمعوا ويمارسوا أنشطة خلاص. فأنا ما اسمعش لابني وقعدوا في البيت، ما اسمعش لابني وودي سنتر. التعليم مدرسة يا فندم. أي المدرس اللي في المدرسة ده معتمد من الوزارة، بيدي معلومة موثوق منه، مش كل اللي في السناتر المدرسين، مع احترامي ليهم كلهم. خلينا نقول ان الاهالي برضو يمكن مروا بتجارب سلبية كثيرة جدا وعقبات في السنوات اللي فاتت، ونقول ان مع تغير المنظومة التعليمية للأحسن الثقة هيستعيدوها بالتدريج. يعني ما هو لازم يشوفوا قدام عينهم ان فعلا في تغير ايجابي، يعني لا احنا هنقدر نغير او نستعيد نعيد لهم الثقة دي بأمر ولا مرة واحدة. هي العملية هتيجي بالتدريج، ولا المنظومة التعليمية هتتغير للأحسن بس مرة بس واحدة. أقول لحضرتك هي برضو بالتدريج، في تراث وفي ثقافة. هم الطلبة لما رجعوا غصب عنهم عشان عرفوا ان هم هيتفصلوا. لا أنا مش بتكلم، أنا بتكلم عموما. ما هو كلهم طبعا قرار يطبق على كله. أي ان الطالب اللي هيقعد ويتفصل ويتحول منازل هيجي المدرسة. هيبتدي يشوف المدرسة بقى، يسمع لمدرس المدرسة، يمارس نشاطه. أي أنا لو ما كنتش أجبرتهم أنا ما كنتش هلاقي، لكن طالما نفذت القانون على كل لقينا نتيجه والطلبه بقت في سنه واحده. طبعا في شهرين. ايوه هو عايزين نظام، احنا شعب بيحب الالتزام. وعلى فكره في كل المجالات اداره جيده الناس بتشتغل بضمير، عشان الناس دي نلاقيها او الفريق ده نلاقيه لازم برضه هو يكون ليه الحقوق اللي بينالها والمكتسبات في اي بقى مؤسسه هنلاقيها نجحت. البيئة توفريها تلاقي منتج ينفع يكون دعائم نهضة البلد بتاعتها. أيوة. لو اهتمينا فعلا بالتعليم والمدرس قبل كل حاجة. عشان هو اللي عليه والله هو بيتعب المدرس. أيوة. بجد لازم الناس تبقى عارفة كده. واللي يعني اللي يحاول يقلل من المدرس لا يجي يدخل يحضر ساعة في فصل فيه 70 طالب. على اختلاف بقى الأشكال والتربية والثقافات. فلازم يبقى في نظرة للمدرس. بتقدر تسيطر على فصل فيه 70 طالب؟ أنا شايفة أن العدد هنا برضو تمام. مشكلة في المنظومة التعليمية عندنا. هي بترجع لشخصية المدرس. لو المدرس شخصيته قوية بيخش من أول يوم في الفصل خلاص هو عمل شخصية لنفسه. فبيستمعوا وبيبقى في انتباه. في مدرسين مع احترامي كامل يوم بيخشوا شخصيتهم ضعيفة أو مش متعودين أن هم يشتغلوا في مدارس زي عندنا في السعودية عددها كبير ما بيعرفوش يكملوا، بدليل أن في ناس بتيجي عندنا وبتمشي. نتمنى الخير لولادنا، ولادنا يستحقوا كل نجاح ده حقيقي يعني، ومش هيحصل النجاح ده بس بمجهودهم هم أو بإمكانياتهم هم، لكن تحت مظلة وتحت إدارة. نرجع نقول علشان نلاقي النجاح المنشود اللي احنا كلنا بنأمله في العملية التعليمية. ولازم تكاتف كل مؤسسات الدولة بإعلامها مرئي ومسموع وكله، وإن احنا المفاهيم الخطأ عند في بعض الناس فهم خطأ عن النظام الجديد. لا ده هو دوت اللي هيخرج مصر من عنق الزجاجة زي ما بنقول. خلينا نقول إن مهما اتكلمنا وحاولنا نقنع التجربة العملية سنة واحدة أو حتى قبل انتهاء العام القادم هنلاقي كلام كتير قوي خلاص، يعني الفكرة اتغير من نفسه، لان الناس لما بتشوف بعينها فعلا تمام. تأثر او تغيير ايجابي بتلاقي الموقف اختلف. طب ما هو النظام البوكلت في ثالثة ثانوي حضرتك ما شفتيش كمية الهجوم قد ايه. لا البوكلت انجح حاجة دلوقتي في الثانوية العامة، كل مشاكل الثانوية العامة اتلغت خلاص، ولا كان في المشاكل اللي كانت من سنتين كلها اتلغت. يبقى الفكرة في بدايتها هتثبت نجاحها فيما بعد. أيوة. زي ما نجحت فكرة البوكلت بتاع الثالث ثانوي النظام الجديد هينجح، وكفاية ان الشعب كله يبقى مرتاح والطالب مبسوط بيحب يتعلم. ودي مهمة قوي. طبعا دي اهم حاجة. يعني هو الدكتور طارق شاوي قال ايه؟ متعة التعلم.
مش احفظ واروح ارجع اللي انا حفظته في الورقه وبعد اسبوع تسالي ما تلاقيش حاجه. ايوه ده حقيقي، ده بعد ايام تسال تلاقي اللي ثبت في دماغ ولادنا حاجات بسيطه جدا اللي بيطبقوه من العلم قليل قوي. بيسعى بقى للتعلم الموضوع هيختلف. اه والله يعني انا عندي ابني في بكالوريوس طب فاكر كل منهج الثانويه العامه لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه كان يقعد يقرا ويبحث ويدخل ويشوف الفيديوهات اللي هو هيطبق دلوقتي. ايوه فسيبونا نطبق النظام والدنيا كلها تبقى كويسه ان شاء الله. يا رب كل الخير والنجاح لاولادنا وللتعليم ومنظومه التعليم ولمصر. بشكركم مره ثانيه، بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والقائنا ان شاء الله الاسبوع القادم مع حلقه جديده في نفس الميعاد. شكرا والى اللقاء.